إذا مساء الخير متتبعي مجلة 24 مباشرة من أمام ثانوية العروسية الإعدادية مدينة سطات. خبر عاجل على أساس أن تلميذة كانت تدرس بالقسم ديالها فإذا رمات راسها من الطبق الأول بداخل هذه المؤسسة لأسباب مجهولة لحد الآن نجهل المعلومة، نظرا لأن تم نقلها صوب قسم المستعجلات بمدينة سطات. الوصول ديالنا متأخر نظرا للمعلومة اللي توصلنا مؤخرا على أساس أن واحد التلميذة رمات نفسها من الطبق الأول ديال إعدادية العروسية. الأمور لازالت غامضة. وصلنا إلى عين المكان وراء تم نقلها إلى المستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات من أجل تلقي المعلومات. رجال الأمن تم كذلك انتقلوا إلى المستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات. الأسباب لازالت مجهولة، السبب ديالها أو الدافع اللي خلاها ترمي نفسها من الطبق الأول. إذا متتبعي مجلة 24، هذه المؤسسة اللي كنا نتواجد الآن أمام هذه الثانوية الإعدادية العروسية بمدينة سطات. تلميذة من مدينة سطات اللي رمت نفسها من الطبق الأول داخل فصل الدراسي بالقسم ديالها. الطبق الأول هو ده الحجرات اللي المؤسسة كما كتلاحظوا متتبعي مجلة 24 من مدينة سطات. إذا الأمور هنا وصلنا متعطلين شوية، لقينا الأمن غادر الموقع أو المكان الحادث من ثانوية العروسية. التلميذة اللي حاولت تنتحر ورمت نفسها من الطبق الأول من إحدى الحجرات ب داخل هذه الإعدادية. إذا هذه هي المعطيات اللي حصلنا عليها اللي نتوجه الآن إلى المستشفى الحسن الثاني للاطلاع على المعلومة في خبر لاحق اللي غادي نشروه المتتبعين مجلة 24. إذا هذه الأسباب والدوافع للانتحار لمحاولة انتحار العديد من التلاميذ كتبقى مبهمة. السبب اللي خلاها ترمي نفسها من الطبق الأول. إذا هذه إعدادية العروسية، المعطيات الأولية اللي حصلنا عليها. نتمنوا لها الشفاء العاجل، ما تكونش عندها إصابات خطيرة. إذا دمتم في رعاية الله متتبعي مجلة 24.